السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايزه اتكلم معاكم النهارده عن ازاي اقدر اميز ما بين صوت الانا وما بين صوت الذات الحقيقيه. احنا كتير بنمر في حياتنا بمواقف محتاجين ان احنا ناخد فيها قرار. لما بنبقى محتاجين ان احنا ناخد قرار، بنحس ان في تداخل لاصوات كتير قوي حوالينا. يا ترى ازاي اقدر اميز ما بين الصوت اللي بيحركه الانا او اللي هو نابع من الايجو بتاعي، وما بين صوت الذات الحقيقيه؟ الذات الحقيقيه بمعنى ايه؟ بمعنى صوت الحكمه، الراي الصائب. مع ان مفيش راي صائب، كل انسان له رايه الصائب بالنسبة له يعني، بس هو الذات الحقيقية هو الحدس، هو زي ما اتكلمنا قبل كده التواصل مع الجوجل الإلهي. ازاي تقدر بقى تميز ما بين صوت الذات الحقيقية اللي تواصلت مع الجوجل الإلهي وما بين الصوت النابع من الأنا؟ طيب خلينا نتكلم الأول، هي الأنا دي اتكونت ازاي أصلا؟ الأنا اتكونت من صغرنا، من ساعة ما اتولدنا. احنا اتولدنا ما كانش فيه وجود اصلا للذات الحقيقية، ما كناش مدركينها. خلينا نقول ما كناش مدركينها، كانت موجودة ولكن احنا كأطفال ما كناش على ادراك بيها نهائي. بدأت الأسرة او البيئة اللي احنا اتولدنا فيها بيغذوا الانا او يخلوا الانا تتكون. اتكونت من ايه الانا؟ اتكونت مثلا من اسمي، من عقيدتي اللي انا نزلت لقيتها جاهزة، من العادات والتقاليد والافكار والمعتقدات، من التملك، تملك الاشياء. كان دايما الدافع للانا واحنا صغيرين هي مشاعر الأمان أو مشاعر الخوف. والحقيقة في الفترة دي بتبقى الأنا ضرورية جدا علشان تحافظ على بقائنا، لأن بدون الأنا في السن ده وإحنا صغيرين ما كناش هنقدر نكبر. كان لازم يبقى فيه خوف علشان نقدر نحافظ على حياتنا من حاجات كتير. كان لازم يبقى فيه إحساس بالأمان علشان نقدر نكبر ونتطور ونوصل لسن مثلا الشباب بعد كده. الحقيقة اللي بيحصل هو اننا بنفضل دايما بنغذي الانا طول عمرنا، وبنبعد تماما عن الذات الحقيقية، مش بنتواصل معاها، فده اللي بيخليها منزوية طول الوقت. لكن الانا بتتوحش، بتسيطر على حياتنا بشكل كامل. الانا مع التطور حياة الإنسان من هو طفل لحد ما يكبر بتفضل هي المسيطرة على حياته، لدرجة إن هو بيعرف نفسه من خلالها، بمعنى إن بتصبح هوية له. يعني بيبقى الإنسان هويته هي اسمه، شكله، أفكاره، معتقداته، دينه، بتبقى هويته، منصبه، علاقاته، الأشياء اللي بيمتلكها في حياته. فهو بيعرف نفسه أو بيعرف نفسه لنفسه أو للمجتمع من حواليه من خلال الحاجات دي، بمعنى إن هو لو اتسلبت منه الحاجات دي كلها يحس إن هو ملهوش وجود، لأنه ما تواصلش أصلا من البداية مع ذاته الحقيقية. فبالتالي بتبقى الأنا أو الإيجو هي المسيطرة طول الوقت. الأنا بتبقى منفصلة، يعني مفيش تواصل ما بينها وما بين كل الموجودات في الكون، مفيش تواصل ما بينها وما بين الأشياء، ما بينها وما بين العالم من حواليها. يعني إيه الكلام ده؟ فقد التواصل. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا كلنا من نفس واحدة، فإحنا في الأصل كلنا متواصلين ببعض، كلنا كل الموجودات.
في تواصل مستمر. فاحنا في تواصل مستمر، ودي ده منظور الذات الحقيقيه، انها بتبقى دايما في تواصل مستمر مع الكون والموجودات كلها، ولكن الانا هي منفصله، هي شايفه ان انا لازم اكون لوحدي منفرده. ونتيجه لنظرتها دي اللي بيحصل ان هي بتكون في صراع دايما مع الموجودات، بتكون في صراع في الحياه، هي بتكون محتاجه دايما ان هي تتفوق، محتاجه ان هي تكون افضل، محتاجه ان هي تكون اسرع، محتاجه ان هي تكون اعلى، دايما في سباق ما بينها وما بين كل الانوات التانيه، دايما عايزه تمتلك، الاستحواذ، التملك والسيطره، دي من اهم صفات الانا. وهنا انت بتفقد العلاقه مع ذاتك الحقيقيه، لان الانا هي المسيطره على كل شيء، فما بيكونش بقى في علاقه ما بينك وبين ذاتك الحقيقيه، فبالتالي الصوت الغالب عليك هو صوت الانا. ازاي بقى اقدر افرق ما بين صوت الانا وصوت الذات الحقيقيه؟ صوت الانا بيكون نابع دايما من منطقه انا غير كافي، وبالتالي علشان هو نابع من الاساس ده، فيكون النتيجه ان هو عايز يستحوذ ويسيطر على كل شيء، عايز يكون الاقوى والافضل والاسرع والاميز، عايز يكون يعني يستمد قيمته من العلاقات اللي حواليه، عايز يستمد قيمته من الممتلكات اللي بيمتلكها، عايز يستمد قيمته من العيله اللي بينتسب ليها، من الدوله اللي بينتسب ليها، من الحاجات دي كلها. فبالتالي اللي بيحصل انه مش بيشبع، يعني الايجو مش بيتغذى، مش بيكتفي ابدا، مهما وصل، مهما حصل في حياته من تطورات، من ممتلكات، من علاقات، هو يعني قيمته بيحاول يدور عليها ومش لاقيها في الحاجات دي كلها. فدي اول حاجه. بالنسبه بقى للذات الحقيقيه، بتكون نابعة من منطقه صوت الذات الحقيقيه بيكون نابع من منطقه انا كافي، بمعنى ان سواء كان لي علاقات طيبه او ما اقصدش علاقات طيبة، سواء ليه علاقات كتيرة قوية او مليش، فانا مكتفي، انا متناغم. سواء انا عندي ممتلكات كتير او مش عندي، فانا مكتفي، انا قيمتي في ذاتي، مهما حصل في حياته من اشياء مادية، فهو قيمته في ذاته، هو محتفظ بقيمته. انا سواء حصل في حياتي من تطورات من اعلى لاسفل، فانا محتفظ بسكوني وهدوئي، وانا قيمتي في ذاتي، قيمتي في روحي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها وخلقها. ده بالنسبه لصوت الذات الحقيقيه. تاني حاجه، ان صوت الانا دايما في لهجه التحذير، بمعنى ايه؟ ان انت لازم تعمل كذا والا هيحصل لك كذا، فبالتالي هي بتتغذى على الخوف، يعني بمعنى ان هي بتتجنب الالم، مش عايزه تتالم ابدا، لازم نعمل كذا علشان ما يحصلش كذا، لازم يحصل كذا علشان ما يحصلش كذا. فالمنطقه اللي هي بتتحرك منها دايما ان انا اتجنب الخوف واتجنب الالم في حياتي، لكن صوت الذات الحقيقيه هي متناغمه على كافه المستويات. ليه متناغمه على كافه المستويات؟ لانها بتعيش اللحظه الحاضرة، هي مش بتفكر اصلا في المستقبل ولا بترجع للماضي، هي مش بتفكر في الماضي ولا بيهمها المستقبل ولا شايلة همه، فبالتالي هي مش بتقول لنفسها دايما لازم نعمل كذا علشان ما يحصلش كذا، لا، هي مستمتعة باللحظة الحاضرة اللي هي فيها تماما. وحتى لو كانت اللحظة الحاضرة اللي هي فيها تماما كلها ألم، فهي بتعبر عن الألم دوت وبتعيشه وبتاخد منه الدروس المستفادة، فهي هادية جدا، متسامحة جدا، في سلام باستمرار. ده بالنسبة للذات الحقيقية. تالت حاجة، ان الأنا بتكون دايما عايزة تعيش في الجانب المضيء من الحياة، عايزة تكون في الجانب الإيجابي، عايزة تكون
يعني مثلا الحياة قوي وضعيف، لا أنا الجانب القوي. الحياة ألم وسعادة، لا أنا في الجانب جانب السعادة. دايما عايزة تحط نفسها في الجانب المضيء، وده لأنها هي بتشوف دايما إن العالم في ازدواجية سلبي وإيجابي، فأنا لازم أروح في الجانب الإيجابي. لكن الذات الحقيقية ما عندهاش الكلام ده خالص. الذات الحقيقية هي زي ما احنا قلنا عايشة في اللحظة الحاضرة، وبالتالي ما دام عايشة في اللحظة الحاضرة فهي متواصلة مع المصدر، على اتصال دائم مع ربنا سبحانه وتعالى، فما عندهاش سلبي وإيجابي، عندها كله خير سواء سلبي أو إيجابي فكله خير. ما عندهاش ضلمة ونور، هي عندها إن زي ما النور له حق في الوجود فالضلمة كمان لها حق في الوجود. هي في تواصل مستمر مع مصدرها الأساسي الواحد وهو ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده هي ما يعني ما بتتغذاش على الازدواجية. الذات الحقيقية بنلاقيها ان هي متناغمة تماما مع طاقة المصدر وهي طاقة ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يهمها سلبي ولا ايجابي، لا ضلمة ولا نور ولا اي متناقضات في الحياة اصلا، هي محافظة على هدوءها وسلامها الداخلي طول الوقت. لكن دلوقتي ازاي اقدر ان انا اتواصل مع الذات الحقيقية؟ في حاجات كتيرة احنا ممكن نعملها فنقدر ان احنا نتواصل مع الذات الحقيقية ونقوي علاقتنا بيها جدا. اول حاجة ان انا احاول طول الوقت ان انا اركز عقلي على الحضور في اللحظة، بمعنى ان انا لما بعمل اي شيء مهما كان بسيط او مهما كان كبير، ان انا استمتع واعيش اللحظة وانا بعمل الاشياء دي. يعني انا بضحك اضحك، احزن اعيش اللحظة وانا بحزن، العب، ما يبقاش دايما جسمي في مكان وعقلي مشتت في مكان تاني. دي اكتر حاجة بتخلي الانا تسيطر عليه. يعني الانسان دايما اللي بيعمل حاجة وبيكون جسمه في مكان لكن دماغه بتفكر طول الوقت، فهو كده دخل في الانا على طول، لانه بقى في ازدواجية ما بين الجسم وما بين العقل. لكن لما انا بقدر اركز ويبقى في حضور في اللحظة اللي انا فيها، اركز على احاسيس الجسدية، اركز على الحاجة الشيء اللي بلمسه، اركز على الحرارة من حواليا، اركز على كل المحفزات اللي حواليا، ابدأ اعيشها واركز عليها واحساسي الجسدي بيها. دي اكتر حاجة بتقوي وجود الذات الحقيقية او تعمل صلة ما بيني وما بينها، لاني انا بوحد ما بين الاحساس الجسدي وما بين الشيء اللي انا بعمله، ده عكس الايجو خالص. فهي دي المساحة، اكتر مساحة بتقدر تظهر فيها الذات الحقيقية وتعبر عن نفسها من خلال المساحة دي. دي اول حاجة. تاني حاجة علشان اقدر اقوي علاقتي بالذات الحقيقية، هي اني اكون دايما في وضع المراقب. يعني ايه اكون دايما في وضع المراقب؟ احنا دلوقتي عرفنا كويس قوي الايجو صفاته ايه او بيشتغل معانا ازاي. مهم جدا ان انا اظبط نفسي او اراقب نفسي امتى الايجو ده بيشتغل معايا. يعني انا مثلا مريت بموقف حسيت فيه ان انا لازم رأيي هو اللي يطلع الصح، فلو انا براقب نفسي هنا في الموقف ده الايجو ظهر، هنا في الموقف ده انا كنت مصممة ان انا رأيي يكون هو الصح. اول ما تبدأ العملية المراقبة دي انت خرجت بره طاقة الايجو، انت خرجت بره سيطرة الايجو، بقيت تبص على الايجو من بعيد، بقيت تبص على تصرفاته من بعيد، وبالتالي ده بيقوي علاقتك قوي بالذات الحقيقيه، لان اللي بتلاحظ هي الذات الحقيقيه، هي اللي بتلاحظ تصرفاتك من خلال الايجو. فمهم جدا ان انا اشتغل في وضع المراقب، وده بيجي بالتدريب، ان انا اشوف يا ترى الموقف اللي انا مريت بيه ده كان جاي من الايجو ولا كان جاي من الذات الحقيقيه. وضع المراقب ده هيخليك دايما مش تحت سيطرة الإيجو. ثالث حاجة ان انا ابدأ اتخلى عن الحاجات اللي بتغذي الأنا، يعني ان انا اكون دايما الافضل،
احتياج ان انا اكون دايما الافضل، احتياج ان انا اكون دايما متفوق، احتياجي ان انا اكون الاسرع الاقوى الاكثر امتلاكا، احتياجي لان انا اكون الاجمل مثلا. كل الاحتياجات دي لازم اتخلى عنها. لما انا ببدأ اتخلى عن الحاجات دي في حياتي، فده بيسمح للذات الحقيقية انها تبدأ تعبر عن نفسها. بس مش معنى كده ان انا ما يكونش عندي رغبة، لا طبعا، اكيد احنا كلنا الايجو شغال في حياتنا، والايجو ضروري على فكرة، بس ما يكونش هو المسيطر. ان انا اكون واعي ان ما يكونش هو المسيطر في حياتي، هي دي الفكرة، ان انا اكون واعي احتياجاتي دي نبعة منه ومن حاجته للسيطرة، ولا نبعة من الذات الحقيقية، هي دي الفكرة. اكيد احنا كلنا عندنا احتياجات، واكيد كلنا عندنا الايجو بيشتغل في بعض المواقف، بس فكرة ان انا اكون على وعي بيه هي دي اللي بتفرق، بتفرق كتير قوي في انك تساعد ان انت تساعد نفسك ان انت تعيش ذاتك الحقيقية، لان ذاتك الحقيقية اللي بتعيش في اللحظة الحاضرة دي هي منتهى السعادة اللي احنا كلنا بنتمنى ان احنا نوصل لها. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية.